ملابس عملية جدا جدا جدا، سهلة جدا جدا، وبتناسب أعمار كتيرة. وخلونا كده مرة تانية نرحب بمساهمة الأزياء أستاذة يسرى منصور. ازيك يا يسرى؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ ازيك يا أستاذ شريف؟ كله تمام؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بيكي. احكي لنا كده، دخلتي في عالم الأزياء من قد إيه وإزاي؟ أنا خريجة فنون تطبيقية قسم فاشن، بقالي 4 سنين كده، من زمان قوي، من ايام ما كنت بلعب بالعرايس واخيط لها فساتين والحوار ده. يعني ناس بتكبر بقى بتبطل ده، انا هبت معايا بقى كملتها كارير. أوكي. فالموضوع بقى كمل معايا، دخلت فنون تطبيقيه قسم فاشن، كان حلم حياتي ان انا ابقى مصممه ازياء. بعدين اتخرجت اشتغلت حاجات كتير، حاليا شغاله فول تايم فاشن ديزاينر وبارت تايم فاشن انستراكتور، يعني بدرس. بتدرسي لهم ازاي يقصوا كده؟ لا، من التصميم باستخدام الكمبيوتر، يعني البرامج. طب هسألك سؤال. التصميم باستخدام الكمبيوتر، انت يعني اللي انا فاهمه ان المصمم الازياء بيحب يبقى قدامه ماسك الحاجه، قدامه القماشه، قدامه الالوان، قدامه المانيكان، وقاعد يجرب عليها، يشيل ويحط ويشوف ده هيبقى ازاي. الطرق بقى الحديثه اللي اغلبيه العالم ماشيه عليها، وبالذات الحاجات المودرن والحاجات زي ما انت عاملاها، ايه بالنسبه لك بصراحه في روح اكتر؟ هو اكيد طبعا الفاينل سامبل، بس ان احنا قدامك القماشه، القماشه متلبسه ومعموله عينه، بس ان احنا نعمل حاجه بالكمبيوتر ده بيوفر مراحل كتير، لان احنا بنعمل حاجات 3D مثلا، فانا ببقى بشوف الموديل قدامي لابسه الحاجه بالفيتنج اللي انا عايزاه بالقماش اللي انا عايزاه، فبيوفر لي مراحل كتير. وكمان بنحط عليها الباترون اللي احنا بنعمله، بنحطه ديجيتال، فبنشوف الفيتنج على الموديل، فبيوفر ان اعمل عينه، اكتشف ان فيها غلطه، اروح عيدها تاني، وهكذا. مصممين الازياء القدامى زي مثلا إيف سان لوران، زي فيرساتشي، زي بعض الناس القدام قوي قوي قوي، اللي هم كانوا ملوك الموضة في عصر الستينات سبعينات، كوكو شانيل، لو كان قدامهم الكمبيوتر في عهدهم ما كانش فيه الكلام ده، كانوا هيستخدموه؟ بجد؟ لان دلوقتي ناس كتير قوي بتستخدمه، حتى في الاوت كوتيور، في الحاجات اللي حتى الخياطه الراقيه. بالظبط، لان ده يعني بيعمل لهم فيجواليزيشن، خليه يشوف اللي هو عايز ايه، السلوات اللي هو عايز يعمله. ما تحسيش ان انت، لا انا عايزه مخي والكرياتيفيتي بتاعتي او ابداعي هو اللي بيبقى مسيطر عليا، مش آلة، لا انا ده شايفاه خلاص، مش محتاجه اصلا الكمبيوتر يشوفهولي. هو كده كده اي ديزاينر، فهماك، اي كده كده اي ديزاينر عنده خيال، رؤيه، سواء ان انا بطبقها بان انا اجيب ماتيريال واقصها على طول، او ان انا اعمل لها شغل على الكمبيوتر الاول، سواء ده او ده. بس مع الوقت لما تبقى حد بروفيشنال في الحته بتاعتك، فانا بيبقى على طول انا الكمبيوتر قدامي، فانا ما بضطرش ان انا افكر في الواي اللي انا بستخدمها، او ايه التولز اللي انا بعملها، انا بشتغل على طول. أوكي. زي ان حد بيشكل على مانيكان. اوكي، طب تعالي نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه الكولكشن الحلوه اللي انت عاملاها. فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا لو سمحتوا. بصوا حاجات الوانها حلوه عامله زي المارشميلو كده اللي بناكله، الوان حلوه قوي. مره ثانيه برحب بمصممه الازياء استاذه يسرى منصور. الالوان حلوه، الخامات لذيذه، وفي حاجه بقى انا لاحظتها اغلبيه الحاجات عليها ورده كده، دي حاجات هاند ميد. الورده دي اللوجو بتاعك؟ لا احنا اللوجو بتاعنا فيه فساتين، بس دي حاجات هاند ميد لان طبعا الاستيراد وقف احسن، فاضطرينا عشان تبدعوا وتتصرفوا. اتصرفت بالظبط، فالحاجات كل الزراير والوردات والاكسسوري دي انا عاملاها بالايد. طب دي تبقى احلى، هي الحمد لله طلعت احسن يعني. هو الحمد لله ان احنا اتحطينا في الموقف ده، عشان انتوا اتحطيتوا في الموقف ده ان مفيش حاجات كتيره مستورده عشان تعرفوا تبدعوا وتصنعوا حاجات وتطلعوا حاجات احلى. انت كده تعبتي شويه، بس انت بدء الزرار اللي انت عاملاه بالايد ده بدل ما استوردتيه انت في عامل او عامله قعدوا اشتغلوه عملتوه، فانت نفعتيهم. صح. هو في البدايه كنت انا اللي بعملهم، بس بعدين بقى بروسس في برودكشن بقى، بدل ما كنا نستسهل ونروح بره او تاجر جمله يروح بره يشتري الحاجات ويجي هنا يبيعها لكم حتى بفلوس كتيره، فانت دلوقتي عملتيها بفلوس يمكن تكون اقل، وفي حد استفاد ان هو اشتغل ده. وكمان احنا عندنا خوف من ان احنا نجرب افكار جديده، دايما احنا بنقلد. لا بس كده، احنا عايزينكم ما تخافوش تعملوا افكار جديده. والفيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه يسرى منصور موجود على الشاشه، اسم البراند بتاعها موجود على الشاشه، ممكن تتواصلوا معاها. عامله حاجات كاجوال سبور في منتهى الرقي. القميشه دي مصري طبعا، ميلتون اغلبيتها، ميلتون. الوان بصراحه اهنيكي على الالوان. طب تيجي نشوف اخر جزء؟ يلا بينا مزيكا. منتجات وتصميمات مصريه من الالف الى الياء، اقمشه مصري، الاكسسوارات اللي فيها الزراير والكلام ده كله مصنوع في مصر. مصممه ازياء شابه مصريه، مبسوط بيكي قوي. انا سعيد. كل ما يبقى في كولكشن تكلمي ايره وتيجي فورا. خلاص شرفتيني ونورتيني، اهلا وسهلا بيكي. بشكر مصممه الازياء استاذه يسرى منصور على وجودها معانا النهارده وعلى الحاجات المصري الحلوه اللي شفناها. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.